لا بديل عنها في أول أيام عيد الفطر المبارك، الأكلة المعروفة بالمصموطة، وهي من السمك المجفف. يتم تركها بعد وضع الملح عليها لعدة أيام حتى تجف بصورة جيدة. العوائل البصرية بدأت بشرائها من الآن تحضيرا لتناولها في صباح العيد مع الأهل والأصدقاء. هسه وصلنا الحجة، بس رحت وصلنا، قالت لي تلقى مصموط اجيب. اي تسوها اول يوم العيد؟ اي لازم اول يوم العيد، هي لازم اول يوم العيد، بعد ما لازم مصموطه بس الحلق يسمونه. بالنسبه لنا احنا اهل البصره هذه يعني لابد منها، انه اول ايام عيد الفطر انه يكون الريوق مالتنا المصموطه، اي ويكون انواع المصموطه يعني، وخاصه يكون انواع السمك البحري، منها هي القباب، الضلعه والحف. البصريون يقولون عنها أنها أكلة صحية تعيد التوازن والقوة إلى الجسم، وتعوض الأملاح التي افتقدها الصائمون طيلة شهر رمضان المبارك. أما أسعارها هذا العام ارتفعت وأصبحت بين 35 لعشرة آلاف دينار عراقي بسبب المتغيرات الاقتصادية. أكلة المصموطة تعتبر من عادات العيد في محافظة البصرة، وهي أكلة مو بس قضية تقاليد وعادات، لا هي أكلة أصلا صحية وضرورية، يقال من أهلنا أنه هي تنظف البطن وما إلى ذلك، يعني هذا اللي توارثناه من عندهم. وإحنا بيوم العيد بعد معروف هذا الشيء بمحافظة البصرة، كل إحنا نجتمع، العائلة تجتمع، الأصدقاء، الأخوة، الجيران، كلها تجتمع ببيت واحد على هاي الأكلة، والحمد لله والشكر. يعني أكو ب35، أكو ب30، أكو ب20، أكو ب15، متوفرة أسعارهن، لأن هاي بالنسبة للحف هذا ب10 جاي نبيعه، على الحجم ماله، هذا أكو ب20، أكو ب15، على مو مساوي. هذه الأكلة المعروفة شعبيا بالمصموطة تبقى معشوقة البصريين في أول أيام عيد الفطر المبارك، وهي متوارثة من الأجداد والآباء ليومنا هذا. للتغيير، يونس الرباعي، البصرة.